ونستكمل مع حضراتكم النقاش ونستقبل الآن هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. بعد التحية لك أستاذ جميل. يعني بنتحدث عن موضوع الشائعات واستهداف جماعة الإخوان الإرهابية مجددا مصر بالشائعات ل يعني تقلل من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية وتحديدا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم. في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. احنا لو شفنا خلال العشر سنوات الماضية دي كان في مصر بيشن عليها كم كبير جدا من الشائعات. لو نتذكر ان في عام 2018 في حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيلقي كلمته وقال فيها ان مصر خلال 3 شهور فقط تم شن عليها اكتر من 21,000 شائعة. يعني الشهر الواحد 7,000، يعني في حوالي في اليوم 250 شائعة، وهي نسبة كبيرة جدا. الهدف من الشائعات دي محاولة إثارة البلبلة، محاولة إثارة الفتنة، فقد الثقة، التقليل من الإنجازات. يعني دايما لما هنلاقي أي إنجاز بيتم بس شائعة من أجل التغطية على هذه الإنجازات التي تحققها الدولة في كل المجالات، بل على العكس كمان التقليل من الإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع. هو ده الهدف منهم، والهدف في كل وقت وفي كل أزمة. مثلا أزمات اقتصادية عالمية أثرت على الداخل المصري، نجد الشائعات بتنتشر في هذا التوقيت، محاولة إثارة الفتن، محاولة إثارة البلبلة، التشكيك في القرارات التي تتخذها الدولة المصرية. لازم نكون عارفين أن جماعة الإخوان الإرهابية وما خلفهم، يعني في خلفهم جهات أخرى بتمدهم بهذه الشائعات، عدائهم الشخصي مع الدولة المصرية ومع الشعب المصري، مع الشعب المصري اللي خرج يوم 30/6/2013 وأزاح هذا التنظيم من حكم البلاد. فهو في طار بينهم وبين الدولة المصرية وبين الشعب المصري. لهذا السبب هو لا يهمهم أي شيء. الهدف منهم إسقاط الدولة، الهدف منهم محاولة ضرب الاستقرار، الهدف في الوقت الحالي كمان التشكيك في القوات المسلحة المصرية وضرب الثقة المتبادلة بين القوات المسلحة المصرية والشعب المصري، لأن هم يعلموا جيدا أن القوات المسلحة هي الدرع الواقي والحامي للدولة المصرية والحامي للأمن القومي المصري بمفهومه الشامل. لهذا السبب بيتسعوا بين اللحظة والأخرى لضرب الثقة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وهو الأمر الذي فشلوا فيه مرارا وتكرارا، لأن الشعب المصري والقوات المسلحة هم كتلة واحدة ولحمة واحدة، ولا يمكن التفريق بينهم ولا يمكن التشكيك بالقوات المسلحة المصرية الوطنية. هم بيسعوا دائما لبس الشائعات، لبس العنف كمان وروح العنف كمان هم بيسعوا إليها، بيسعوا إلى عملية الاقتتال الداخلي داخل الدولة المصرية، إثارة البلبلة والفتنة داخل الدولة ده باستمرار. هنجد أن هم حتى في أزمة كورونا كانوا بالأزمة العالمية اللي مصر كانت أقل دولة فيها إصابات واستطاعت أن هي تعالج الكثير منهم، وكان لمصر دور مهم جدا، كانوا برضو بيشككوا في النظام الصحي داخل الدولة المصرية وبيشككوا من ان مصر تقدر تواجه هذا الـ 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 الوباء. بل بالعكس دول كانوا بي 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 بيطالبوا من المصريين او من اتباعهم داخل الدولة اللي هم مصابين بفيروس كورونا ان هم ينقلوا العدوى الى الباقي المصريين. اذا هم يكرهوا الشعب المصري، يكرهوا الدولة المصرية، هدفهم سقوط الدولة المصرية للتشفي فيما حدث منهم، حدث لهم من 10 سنوات ماضية او 11 سنة ماضية، لانهم بالتأكيد تنظيم ارهابي، تنظيم يسعى الى هدم الدولة. حضرتك أستاذ جميل يعني ذكرت جزئية غاية في الأهمية، وهو أن هذه الجماعات بتعمل على التقليل من حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، في حين أن
العالم كله بيشيد بإنجازات الدولة المصرية في مجالات عدة، ونحن الآن يعني نشهد المنتدى الحضري والذي بتستضيفه مصر، بنرى أنه هناك إشادات ويعني ثناء على الدولة المصرية بأنها قامت بكل هذا التطوير العمراني، ويعني قدرت أنها تغير شكل الريف المصري. وهناك الكثير من الدول يعني حتى تريد أن تستفيد من خبرة الدولة المصرية بأنها يعني قدرت تحقق هذا الإنجاز. الدولة المصرية دائما بتعمل يعني تحقيق كل إنجازاتها وإدارة شؤونها سواء الداخلية أو الخارجية بغض النظر عن كل هذه الشائعات. إلى أي مدى يعبر ذلك ويبرهن على صلابة الدولة المصرية و يعني سواء القيادة السياسية برؤيتها الحكيمة في إدارة الدولة المصرية أو الحكومة المصرية؟ هو يعني لازم نأكد على نقطة مهمة جدا، إن كل الشائعات اللي هم بيبثوها دي وخاصة في مجال الإنجازات اللي بتحدث في الدولة المصرية كلها إشاعات، يعني محدش بينظر إليها. محدش بينظر إليها ليه في الداخل المصري؟ لأن المواطن المصري شايف هذه الإنجازات على الأرض، شايف حالة التطوير والتحديث اللي بتتم، شايف الطرق وتوفير الوقت وتوفير المسافات، شايف حياة كريمة لنسبة الريف المصري وقدرت إن هي تحقق فيه الإنجازات الكبيرة جدا، والاهتمام بالمواطن اللي في الريف المصري اللي كانش حد مهتم بيه. شايف الاستثمارات الأجنبية، هو أي مستثمر أجنبي لما بيضع أمواله ولا بيضع استثماراته مش بيضعها في دولة بتكون آمنة اقتصاديا، آمنة سياسيا، آمنة عسكريا. صحيح. أيضا أي واحد بيجي من بره بيبقى عارف اللي بيضع فلوسه في أي دولة. لهذا السبب احنا شايفين ان مصر في الوقت الحالي بتجذب الكثير من الاستثمارات الخارجية. ليه؟ لان في بنية تحتية برضو غير انها امنة، في بنية استثمارية قوية داخل الدولة المصرية اتعملت خلال العشر سنوات الماضية. اذا في حالة الانجازات هم بيسعوا الى التقليل او التشويش على هذا الانجاز، لان هم عارفين من داخلهم ان ده انجاز لم يكن ليتحقق الا بعد ازاحتهم تماما. عمليات كل ما يحدث في الدولة المصرية من اشادات عالمية، ما هو يعني العالم بيشيد بالدولة المصرية بحجم الانجازات اللي بتحصل في الدولة المصرية، باستقرار الدولة المصرية. احنا في منطقة حدودها كلها ملتهبة من الاتجاه الغربي، في ليبيا، في السودان، في الأراضي المحتلة، في البحر الأحمر، في جنوب باب المندب، في منطقة القرن الأفريقي، كل المنطقة ملتهبة. لكن مصر في ظل كل ده هم الدولة قدرت ان هي تحقق تنمية شاملة غير مسبوقة في سنوات معدودة جدا، أعتى دول العالم ما كانتش تقدر تنفذ. صحيح. كل هذه المشروعات في هذا التوقيت، بجانب أن مصر تمتلك قوة ردع قوية جدا قادرة على حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل. فأبعد نقطة كمان مصر تقدر تصل لحماية أمنها القومي. لهذا السبب أنت حتى الشائعات في الوقت الحالي أو هو هدفهم في الوقت الحالي أن مصر تدخل في صراع مسلح مع عيدة، وهو بيسعى أنه هو يضعف الدولة المصرية، يدخل مصر في حرب، يشن شائعات، يشن يبث السموم ان مصر غير قادرة، مصر مش عارف ايه. لكن مصر دولة قوية ثابتة تمتلك الحكمة والقدرة والقرار ايضا، القرار من الداخل المصري، لانه اصبحت الدولة المصرية دلوقتي دولة صاحبة قرار في منطقة الشرق الاوسط. صحيح. مفيش قرار بيؤخذ في منطقة الشرق الاوسط الا بعد العودة للدولة المصرية
والتأكيد من الدولة المصرية على الصواب من الخطأ في منطقة الشرق. وبالتأكيد يعني بنعول دائما على وعي المواطن المصري وانتمائه للدولة المصرية ولقيادته السياسية في إحباط وإجهاض كل هذه الشائعات التي يعني بالتأكيد أصبحت الآن يعني مفضوحة، يعني إذا سمحت لي وأن أستخدم هذا التعبير، أمام العالم كله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، على هذه المداخلة.